مساء الخير الواحدة صباحا بتوقيت عاصمتنا العزيزة دمشق. هذا موعدكم الثابت مع برنامج نورت سمانة، وكما هو معتاد ليكون فسحة لوجوه شابة جديدة لتقدم لنا نفسها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، على أمل أن تحظى بفرص أفضل في قادمات المواسم والأيام في درامانا السورية. نورت سمانة، مساء الخير حسنة. مساء الخير مان. دائما ضيوفنا عم يكونوا معنا من الوجوه الجديده الشباب واللي عم تبلش بطرق مختلفه في عالم الفن، ولكن الهدف عم يكون واحد. خلينا نتعرف اكثر على الاهداف مع ضيوفنا اليوم رونالدو خزوم ومايا ديوب. نورتوا سمانا. اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى الجميع، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. وانت بخير، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا سمانا. الله يخليك، نوروا بوجودكم. اهلا وسهلا. خلونا نبلش بالفقرة الأولى اللي هي مخصصة للحديث عن الحياة الشخصية عند ضيوفنا. خليكم معنا. رونالدو أول شيء بيتبادر للذهن خارج يعني أسئلة الأسئلة الفنية هو سبب التسمية رونالدو. والله هلا التسميه رونالدو هو بيرجع هذا الشيء للوالد، فهو كان عايش باسبانيا يعني ضل فتره منيحه عايش هوني ومولع بكره القدم وبتابع. معناتها مزبوط يعني هيك شيء واحد كريستيانو رونالدو مثلا بالضبط. بس هي المشكله مو هون، هي المشكله انه بتحب ميسي. انا اسم على غير مسمى. لا ميسي ولا رونالدو ولا غيره. انت مثلي ما عندك شغف بكرة القدم وماني متابع ابدا لل على كل. انا من محبي رونالدو بنسخته الاصليه البرازيليه طبعا يعني، واللي انا اسمه تمام حتى ليك هيك تشبها برونالدو يعني بدي بدل انا بس بالصلعه بكره القدم اكيد لا يعني ما راح. اهلا وسهلا فيك رونالدو. خلينا ننتقل لعند مايا. رح نسالك سؤال شبه متكرر معنا بالحلقات اللي هو ليش قررتي تتجهي للتمثيل؟ هلا اكيد لاني بحبها كثير يعني، هي مهنه بظن اي حدا اليوم هي حلم، عرفتي كيف؟ وواحد يعني لازم يكون عنده هي الموهبه انه لحتى يقدر انه يفوت فيها يعني. من انا وصغيره كثير يعني بتلاقيني بقعد وبوقف قدام المرايه وبعمل حركات، بحاول اقلد ناس، بحاول اني كثير اني اعمل مشاهد لحالي بالبيت هيك قدام اهلي قصص. وكبرت معي يعني لحتى انه وصلت لمرحله قلت انه خلص انا لازم. لما كنت صغيره يعني ضل هذا الشيء بس بمحيط العائلي يعني ما كان في لك مشاركه مثلا بشيء مسرحي؟ لا ابدا ما لا كان بس فيه. بمحيط العائله لا عكبر لحتى انه خلص انه لازم انا بقى بلش يعني. نعم. رونالدو كيف بلشت كمان يعني سؤال تقريبا شبيه يعني كيف بلشت انت موضوع التمثيل؟ كيف اكتشفت حالك انك انت بتحب التمثيل؟ هلا والله هذا الشيء بالاول بيعود لامي اللي بوجه لها تحيه كثير كبيره أكيد. لأنه أنا بالبداية أنا ما كنت حاطت ببالي موضوع التمثيل. نعم. يعني أنا كان لي ميول آخر يعني أنا بدي أدرس طيران مدني. وتقريبا شوف نحن عفوا يعني بالعادة بيكون الضيف أو الممثل هو حابب التمثيل وأهله بياخذوا لمطرح تاني. هلأ أنت حالة خاصة كتير، الوالدة هي اللي حابة أنك تكون ممثل؟ نحن الوالدة والوالد والعيلة كلها. العيلة كلها. طب أنت ما كان هذا طموحك يعني؟ أنا مو قصة ما كان هذا طموحي، أنا ما كنت منتبه لهذا الجانب فيني. هلأ مثل أي طفل صغير فهو بيعمل حركات قدام أهله، بيقلد أصوات، بيعمل حالات، بس أنا ما كنت أخذها يعني على محمل الجد. فأنا مقرر يعني حلمي من أنا صغير أني أدرس طيران مدني. قام الوالدة ما حبيت يعني، قال شو تضل لي بالجو وطيران ويضل بالي مشغول يعني بيضل قلب الأم بقى. حبيت انك تحلق بغير مجال، بمجال آخر. فقاعدين قال انت ليش ما بتكون ممثل؟ صرت اضحك. انا قلت له انا بدي صير ممثل يعني كيف خطر لك هذا الشيء؟ قال ايه يعني بتصير ممثل والله بيفتح بوشك وانت انا بحسك انه ممكن يطلع منك لبعدين. فانا صرت اضحك قلت له وكيف بدي اعمل هذا الشيء؟ قال بتقدم على المعهد العالي. انا صفنت خلص، هي دارست لك الموضوع كلياته، راسم الخطه لانه انا كنت بكالوريا يعني بدي خلص وبدي خلص بدي اطلع ادرس طيران. وما كنت عم بدرس بالبكالوريا، رح ارسب.
قام بلشت تدور القصة براسي، وممثل وشغل وشهرة و... انت كان يعني بلشت عندك هيك تتكون رغبة فعلا او قناعة؟ ايه يعني صفيت موضوع، صار في شيء جدي بقى عم بحكي فيه. قام بلشت ادرس لحتى اخذت البكالوريا، ورحت قدمت اول مرة على المعهد ورسبت قدمت وما نقبلت بال... طيب هذا السؤال كان بدي اسالكم يا رونالدو، إلك ولا مايا، حاولتوا تقدموا شيء على المعهد العالي؟ هلا انا قدمت تقريبا على المعهد حوالي 6 مرات. ست مرات ايه. في 4 منهم قبلت فيهم على الوركشوب على الفحص الاول، وما كان يحالفني الحظ باني انجح بالفحص الثاني. يعني لازم من كتر ما قدمت خلاص يعني تعتبر عن جد انه خلاص خريج. هي مو بس بمشكله التقديم، هلا هو قبل كل تقديم كنت اعمل كورسات. يعني شيء باهلك للتدريب يعني على المعهد عند استاذ كفاح الخوص. نعم. ف وحاليا ما عاد يسمح لي العمر اني ارجع. رونالدو شو السبب، شو بتعتبر السبب انه عدم قبولك بالمعهد؟ بس عم تنقبل على الوركشوب المرحله الاولى، المرحله الثانيه ما عم تكون سنه اولى يعني. هلا بالنسبه لي باول كم مره قدمت فيهم قبلت على الوركشوب، كان في عائق اللي هو جسمي. انا كانت صحتي منيحه تمام، يعني تقريبا كان وزني بال115 كيلو. ف يعني في اخبار انه في بالمعهد ليونه وفي جهد وفي تعب، فهذا الشيء ما بيتناسب مع الجسم. اي مطلوب اكثر جسم يكون هيك رياضي. طيب اكثر بالضبط. طيب انت كيف خسرت كل هذا الوزن؟ والله اتبعت حميه، يعني قضيتها على التبوله واطلع امشي، لانه انا ما بتاع نوادي كرمال المعهد. يعني قلت ما بدي خلي في شيء عائق جواتي يخليني اندم لبعدين انه يا ريت عملت هيك. طيب او يا ريت ساويت. طيب بعد ما انحفت وصرت صار وزنك منيح، قدمت رجعت؟ قدمت وانقبلت، رجعت على الوركشوب وما طبعا. قالوا لك لازم تسمع. يمكن والله هذا هلا الشيء اللي صرت بدي اعمله. يعني بتحتار انه شو عم بصير. تمام. بس هي عموما يعني فرصه القبول بالمعهد صعبه حقيقه. كثير صعبه والله. أكيد. جدا هذا معروف. ومو بالضروره الناس اللي ما تنقبل. انا بتذكر كانت اللجان يعني الاساتذه بعضهم يحكوا لنا يعني انه في كثير طلاب او متقدمين بيكونوا جيدين، بس القبول العدد القليل اللي ما طبيعه المعهد احيانا بيحرم البعض من فرص. مو بالضروره يكونوا هن سيئين يعني. لا اكيد، وفي امثله كثير يعني عندنا ما شاء الله ونجوم. تمام اكيد هذا الشيء. خلونا نروح لعند مايا. مايا حاولتي تقدمي للمعهد العالي؟ بصراحه لا ولا مره، بحكم انه انا كنت عم بدرس غير مجال. شو المجال؟ هلا انا خرجت فنون جميله قسم الجرافيك، ف وهي اجت فكره اني انا ببلش بهذا الدومين متاخره شوي. وما كان ما اجى من قلبي كب سنين الدراسه. قررت اني انا اخلص بالاول دراستي بمجال الفنون بعدين اني اتوجه للتمثيل. انت دارسه فنون جميله اذا مايا، شو متخصصه؟ شو جرافيك. تمام حلو. ايه فاجت الفكره متاخره، لهيك انه كان قطع الوقت اللي انا بقدر اني اقدم فيه على المعهد العالي. بحكم انه صار العمر ما بيسمح لي اني اقدم تقدمي. بس اكيد كنت بتمنى يعني اني انا اقدم مع المعهد يعني، وعم حاول انه بالدورات وبالشغل انه واحد على كل يعني هو فعل خير. في كثير يعني اسماء كبيره بالدراما السوريه هن ما لهم خريجين، هن تحديدا يعني دارسين فنون جميله يعني دارسين فنون جميله صح مثلا يعني. تمام. فيعني ان شاء الله فعل خير لك يعني ان شاء الله. في عندنا سؤال مشترك يعني لك رونالدو ولا مايا. كل ما بدي اقول اسمك انا بحس حالي رونالدو هيك رح فوت هيك بجو التعليق الرياضي ما بتعرف. هاي ليكني هلا برنامج بقى تعليق رياضي خلص من غيره ما في اسمك هيك بحمس. رونالدو، اذا بدنا نحكي مثلا انت عن طموحك بالتمثيل، انت اكيد ببداياتك عم تحاول انه خطواتك الاولى، لكن سالتك انه هلا بعد ان شاء الله بعد سنوات تحصل، شو الفرصه اللي بتشوف انه ممكن تقدمك بشكل كما تحب يعني كممثل؟ هلا هي ممكن الواحد يتقدم له فرص كثير، بس هي بقى بتصفى على جهده لهذا الشخص، قديش هو بحب هي المهنه، قديش هو متعلق فيها، قديش قدران يطور حاله لحتى يوصل لهي الفرصه اللي هي ممكن تخليه يكون شخص لامع او يقدر يحقق شيء فيها. عندك انت بطبيعتك يعني الصبر، عندك الجلاء، المثابره، يعني هي هذا طريق بده صبر، بده مثابره. والله انا من وقت اللي قررت اني فوت فيها لهي المهنه قررت اني اكون حدا صبور، لانه هي بدها صبر كثير من كل النواحي. صحيح.
وهي مهنة يعني ما بتخلص بمكان، إن كان بدراسة صح. أو بعدم دراسة، فهي شيء مكتسب. نعم. يعني التمثيل أنا برأيي هو بتضل بتتعلمه من الحياة، قد ما صار عمرك كبير صغير بتضل بتكتسب من هذا الشيء. إذا نقول رونالدو مثلا بعد سنوات ممكن هيك تكون بتحب تلعب دور بطولة بعمل مثلا تاريخي، بعمل كوميدي، بعمل والله ممكن اجتماعي. أنا هلأ بوضعي شو الشيء الأقرب لقلبك؟ بالشغف اللي جواتي ايه. أنا ايه. أقرب لقلبي كل شيء كلهم إن شاء الله بتحصل عليهم كلياتهم كمان إن شاء الله يا رب. مايا بعيد السؤال شو الفرصة. الدور اللي انت بتطمحي له، يعني شو كيف تحبي تقدمي كممثله؟ اكثر دور بتحسي حالك حيقدمك للناس كممثله؟ هلا ما في دور معين انه انا حاططه ببالي اني انا حابه اني مثله او انه بدي هذا الدور او كذا، لا، بس انه انا شوي مياله شوي صغير هيك للكوميديا، يعني حلو شيء الكوميدي. لا للممثل، عندنا الصبايا او الممثلات اللي بيعبروا عن رغبه بالكوميديا، يعني عاده عندنا اكثر هي مياله للشباب يعني صح. لا كثير انا بحب الكوميديا، بس كمان اكيد يعني انه بتحبي تجربي كل الانواع. شو اكثر عمل كوميدي سوري بتحبي مثلا؟ بقع الضوء. ببقع الضوء هذا النمط يعني لوحات بقع الضوء سابقا، يعني اول ما بلش بقع الضوء كذا، كثير يعني بحب الكوميديا اللي فيه يعني حلو. ان شاء الله نجومنا كانوا مبدعين يعني فيه تماما اكيد. الله يخليك. هلا خلونا ننتقل على الفقره الثانيه اللي رح نحكي فيها عن الفن، خليكم معنا. رونالدو لك مشاركة بالدوري لك مشاركة لك مشاركة بمسلسل الكندوش. على فكرة يعني نحن رح هو اسم على الشاشة يعني حيكون مميز على فكرة يعني ايه؟ مميز، بس بنفس الوقت ممكن يفكروا مسلسل مكسيكي مثلا، غير مكسيكي انه هو مغيره او اسمه الفني او اسم فني او هيك. خلص يا جماعة مشاهدينا، بس حلو. لا بالعكس يعني لك مشاركة هالسنة بالكندوش. ايوه. كيف كانت هي المشاركة؟ اول شيء كيف كانت المشاركه؟ هلا هي المشاركه بمسلسل كندوش كانت بالنسبه لي ممتعه وحلوه، لانه الشخصيه اللي لعبتها يعني اثرت فيني شوي. هي شخصيه شاب بسيط اسمه منيف. وجدت فيها مساحه جيده لك كممثل انك تقدم نفسك؟ في مساحه كانت بالنسبه لي، هي صغيره المساحه بس حاولت اعطي فيها. المساله نسبيه يعني طبعاً. انت هلا باول بداياتك كذا، مو بالضروره تكون أكيد. ممكن تكون مساحه كبيره. اكيد اكيد هو قد ما كانت صغيره بحدا بمرحلتنا، يعني ان شاء الله بتكون اخذ مشهد او مشهدين بتصير بدك صحيح. تطلع كل طاقتك فيهم صحيح. بحيث انه انت عم تعمل شيء بدك تمام. تظهر حالك تمام. فان شاء الله يعني انا بالنسبه لي يعني كون قدرت اني اعمل شيء حلو فيها. دورك من بدايه العمل او بلش يطلع او لسه لا بلش يطلع من ثاني حلقه. رونالدو مين كانوا شركائك؟ صار عندي فضول بدي اعرف بالمشاهد شركائك الممثلين. كان معي الاستاذ زهير عبد الكريم بيكون هو الشيخ. نعم. تقريبا يعني اغلب مشاهدي كانت معه بحكم انه انا بيجي لعنده اول شيء. نعم. مثل بتحامى فيه لانه ابي حدا سكرجي وبيضرب وبده مصاري مني. وانا بكون شخص بسيط خطاط يعني، فبيلتجئ لهذا الشيخ كرمال يقاوي ويفتح له محل يساعده باي شيء. على كل يعرض العمل حاليا، ما راح نسالك عن اسراره للعمل. تمام. فبالتوفيق ان شاء الله وتكون يعني فينا نقول انها فاتحه خير ان شاء الله. ان شاء الله رونالدو في أعمال البيئة الشامية إن شاء الله. يلا يا رب. إن شاء الله يا رب. خلينا ننتقل عند مايا بالأعمال البيئة الشامية كمان. مايا أنت شاركتي بباب الحارة وبروكار هاي السنة، كيف كانت تجربتين وشو اللي اختلف بين هاي التجربة وهي التجربة؟ كتير حلوة يعني، كانت تجربة عن جد كتير حلوة. أنا بحب البيئة الشامية وكنت مبسوطة إنه أول تجاربي كانت بهاي. إيه كان بدي أسألك إنه أنت بتحبي البيئة الشامية، إنه ما زعلتي إنه لا كان بدي غير بيئة شامية أو شيء؟ لا أبدا بالعكس، يعني كنت مبسوطة. هلأ ببروكار كانت كتير صغيرة المساحة، بس كان الدور إنه حلو يعني كان مؤثر. كنت أخذي وقتها جاسوسة. حلو. يعني كان في شوية هيك إنه عاملة حركة شوية صغيرة بالعمل. بباب الحارة كنت أخذ شخصية عفيفة،
تمام. محامية بتكون هي مع مدام رنا الأبيض، كانت معي وهي بالعمل. تمام. وعفيفة من اسمها أكيد كل واحد باسمه. هي ما هي تقريبا بداياتك بالادوار، هدول الدورين كانوا فينا نعتبرهم البدايه. ايه هدول من البدايه. هلا انا شغلي قبل بمجال الدعايه والاعلام، يعني كان اول باول ما بلشت بالدعايه والاعلام، اشتغلت كذا مره مع الاستاذ محمد عبد العزيز، وهو بصراحه باخر مره اشتغلت معه هو كان يعني شوي تقول محفز، يعني انه قال لي انه بيطلع معك اشتغلي على حالك، تمكني اعملي دورات كذا وهيك، يعني كثير اعطاني دافع اقوى يعني بالشغل معه، يعني بوجه له تحيه كثير كبيره يعني اكيد. تمام. بوجه له تحيه. انا اشتغلت معه لاستاذ محمد بشارع شيكاغو. كمان هذا رح نحكي عليه هون. بعد شوي قاري الاسئله قبلي. طيب رونالدو، رح ارجع لك انا بالسؤال. هو السؤال والله عن شارع شيكاغو، انه انت لك كمان مشاركه سابقه بشارع شيكاغو. لما شاركت بالعمل كنت يعني كنت متنبئ بالضجه اللي سواها العمل؟ والله متنبئ لانه وحابب يعني حابب، لانه شارع شيكاغو هو كان اول عمل بيحكي عن هي الحقبه اللي انحكى فيها بالمسلسل. ما يعني ما كان في مسلسل من قبل ما حدا تناول هذا الموضوع يعني، او الفتره الزمنيه او الموضوع المحدد يعني. بالضبط. وكانت اول مشاركه لي يعني كمسلسل، كانت اول مره، اول مسلسل. كيف كان هيك شعورك اول مره امام الكاميرا عم تمثل؟ والله هو اكيد في رهبه واكيد في خوف، بس بنفس الوقت شعرت برضا من المخرج على شغلك؟ ايه حسيت بهذا الشيء الى حد ما، يعني كشاب جديد عم واقف اول مره قدام كاميرا عم بحاول يظهر حاله باي شيء، فحسيت بهذا الشيء. عندي بس سؤال هيك اسالك كمان، كيف ردت فعل والدتك والله يخلي لك اياها واهلك لما شافوك لاول مره كممثل، وهذا كان حلم الوالده يعني؟ والله اول مشهد طلع بلشت الدموع. والله هي دموع الفرح اكيد. رونالدو بالضبط. تمام. هلا بدي اسالكم سؤال ثاني كريم. رونالدو ومايا، شو المشاكل اللي عم تواجهوها حاليا بالوسط الفني كشباب جداد؟ طبعا تفضلي مايا. هلا المشكلة الأولى هي إنه موضوع الكاستينج، إنه ما عم نعرف فيهم بصراحة، يعني إنه بتلاقي كتير أوقات بيمضى الكاستينج وما حدا إنه لا اللي بيدروا فيه بصراحة، إنه يعني عمل إنه نتمنى إنه كمان نسمع أكثر إنه عن موضوع الكاستينج، تروج له أكثر، أو إنه موضة الكاستينج تصير يعني دارجة يعني عن جد بالمسلسلات يعني الأعمال، عشان الوجوه تقدر تقدم يعني. يعني الكاستينج كيف أنت عم تتلقي؟ كيف اللي عم تعرفي فيه كيف؟ وعن السوشيال ميديا، يعني نحن بتلاقينا على السوشيال ميديا اكثر شيء في شغلات يعني. حتى على السوشيال ميديا ما عم ينزلوها؟ اي اوقات، اي يعني اوقات تلاقي انه بنسمع بعد، يعني بيكون قطع الوقت اللي هو لازم نحن نروح فيه. يعني هي بتصفى بقى مكالمات بين الرفقات اللي من نفس المجال، انه في حدا بيعرفها بيخبر، وفي حدا بيعرف ما بيخبر. اكيد هدول ما بيخلوا الامر بلا مشاكل طبيعي. رونالدو فيك تحكي لنا عن المشاكل اللي عم تواجهها هلا؟ هلا بالوسط هلا ان شاء الله ما يكون في مشاكل يعني، بس في شيء يعني هيك امور صعبه كنت هلا اجباري الواحد بيواجه له شويه صعوبات. يعني مثلا هيك اذا نقول باول اعمالك شو كان هيك الاصعب بالنسبه لك؟ هلا اول مره لما كنت بدي اروح على شارع شيكاغو، فرحت وكان خالص الكاستينج وخالص كل شيء وما في لا طيب كاستينج. كيف معناتها شاركت؟ والله فتت قعدت مع استاذ محمد وعملت كاستينج يعني لحالي، قال لي بس خالصين الادوار، يعني انا موزع الادوار وما بعرف شو بدي اعطيه. فحاولت اعمل اي شيء قدامه بحيث شو عملت؟ حكيت له عن حالي وحكيت له قديش انا كنت حابب واني سمعان بالمسلسل من اول ما بلشوا كتابي فيه. تمام. بس بفتره الكاستينج انا ما بعرف كيف تهت، ما عرفت انه صار الكاستينج واجوا الطلاب واجوا العالم لحتى يقدموا. والله يعني كتر ألف خير وبوجه له تحية لأستاذ محمد، يعني أعطاني هيك مساحة حلوة كانت بالمسلسل. وبرافو عليك أنت يعني ما يأست يعني رغم أنه فاتك الموعد. ما يعني في يأس، ما في ما في يأس. وبالنسبة لمواضيع الكاستينج والشغلات يعني بده يكون الواحد فعلا مثل أم 44
يعني بده يلحق على كل شيء. ايوه بده يلحق من هون من هون من هون، وبالنهايه اللي بيدور على ربه بلاقيه، وبالنهايه يعني بده يقرص الارصال. رونالدو، انت سبق وقدمت مشاهد سكر وسط على اليوتيوب، شو اضافت لك هالتجربه هي؟ هلا هي كانت تجربه مثل ما تفضلت حضرتك، يعني كمان كانت كيف طلعت منها؟ كنت مبسوط ولا مانك رضيان ولا؟ والله ليك هلا انا مو قصه رضيان او مو رضيان، بس استفدت منها باني تعلمت كيف وقف قدام كاميرا، تعلمت الشغلات اللي بتصير بالتصوير، الكلمات، وقفتك، ضوك، كاميرتك. جيد. ف يعني لانه احيانا في كثير يعني ممثلين بيشكوا من موضوع انه انا لسه ما بعرف مسائل العلاقه بالكاميرا بالعلاقه مع الكاميرا. فعلى الاقل يعني اذا قلنا انه انت طلعت بهي الفائده بالضبط، وهذا الشيء ساعدني لما اخذت شارع شيكاغو اول مره. تمام. فرحت بدي اسالك انه اشتغلت هذول السكيتشات قبل المسلسلات اللي السكيتشات ايه قبل المسلسلات. تمام. كانت هي فتره تدريب لك بالضبط. ايه جيد، لانه كثير من الشباب ما متاح لهم يعني هذا الموضوع، بيجوا بدغري على الدراما التلفزيونيه وفعلا بيتلبك معه يعني اول. طيب مره انت واقف قدام كاميرا. ف رونالدو كيف كانت كان رايك بعد ما انعرضت هدول السكتشات؟ والله ما كثير شكلك رضيان. طب خلص خلينا نأجل هذا السؤال لبعدين. هلا رح ننتقل لاخر فقره، هي فقره الصراحه. جاهزين؟ جاهزين. اوكي خليكم معنا. رونالدو بفقره الصراحه، السؤال الاول لك، بدنا نرجع على موضوع سكر وسط. في انتقادات توجهت ل إيحاءات كانت موجودة، بعض الكلمات، بعض المشاهد، يعني بتشوف هذه طريقة يعني صحيحة يعني للفت الانتباه؟ يعني هلا هي مو موضوع لفت انتباه، هلا نحن ك يعني هيك محتوى كان عم يتقدم، هو كان شيء جديد. من أي ناحية؟ يعني ما جديد يعني ما صار من قبل وتصور مثلا او انحكى بهي الطريقه وانطرح هيك افكار. يعني هي ميزه كافيه انه لتبرر. لا هو مو قصه تبرير، بس هو شيء جديد، ونحن يعني بطبيعه شعبنا بينقد واخر شيء بيكون عم يحضر، يعني بيكون كله عم يحضر. ايام كاساندرا مثلا، يعني مثل مثلا لما حكوا على شارع شيكاغو، بس كله كان عم يحضر وكله مستمتع. لا قول نحن بحالة شارع شيكاغو أمام مسلسل ودراما تلفزيوني، يعني غير على السوشيال. كنقد أنا عم بحكي هون الموضوع شوي مختلف عن هذا الشيء، يعني في معايير هنيك درامية بتضبط المسألة نقدا سواء كان سلبا أو إيجابا، لكن هون نحن ما عم نحكي عن نموذج درامي بالمعنى تماما التام. يعني تمام فهمت عليك. هل انا بالنسبه لي يعني ما في حدا بيكون بده يشتغل شيء او ما انه مؤمن فيه، ولما يشتغله يطلع يصير يقول لك والله لا وايه، خلص في شيء انت اشتغلته. طب هلا بدك اياه تكون مؤمن فيه. لو عرض عليك مجددا هذا النوع، بترجع بتوافق بتشارك، ولا بتحس حالك انه هلا انت بلشت صرت ممثل حددت سويه لمشاركه؟ لا هلا اجباري، بده يصير في سويه، بده يصير في شيء انت بقى عم يعني تقدر. بترفض؟ ايه اكيد، يصير واحد اختياراته بالنهاية، لانه خلص صار في فينا نعتبر هذا موقف نقدي يعني من التجربة. بس انت حكيت شيء منيح انه على الاقل خرجت منها بفائدة. اكيد اخذت منها التمرين فائدة، امام تعلمت الكاميرا يعني. تعلمت كيف اتعامل مع الكاميرا. نعم. اكيد يعني طبعا. تمام. مايا، اشتغلتي قبل كموديل وبإعلانات وهيك، هدول الشغلات بتحسيون انه رح يأخروا فرصك او يلغوها بالتمثيل؟ ايه اخروها او يلغوها؟ اكيد لا، ما بيأخروها. يعني هلا بالنسبه لموضوع الموديلينج، لان اول ما بلشت من 7 سنين بلشت كفوتو موديل، وبعدين فتت بعروض الازياء وقصص وكذا وهيك يعني، بس ما بحس ابدا انه هي بالعكس ان هي قربتني اذا بدك من الوسط اكثر. يعني بتلاقي انه كثير هن راب صراحة. تمام. بس يعني بس مثلا في عالم بتقول انه ليش جايبينا هي موديل مثلا، هي بتعمل دعايات ما لها ممثله. ممكن ياثر على طبيعه الادوار اللي تترشحي لها مايا مثلا، هذا الشيء يعني
ممكن مثلا؟ لا لا ابدا، لا ما يعني ابدا ما بتاثر، لانه اليوم صح انه مثلا اليوم انا ماني خريجه معهد، بس اليوم مثلا عامله دورات، عم بشتغل على حالي، عم اتمكن من ادواتي اكثر، عم بشتغل ادائي. ما بظن ابدا يعني بالاخير هن بيعملوا كاستنج وبيشوفوا يعني اذا. طيب هلا انت بما انه بلشتي تمثيل، ممكن اذا اجتك فرصه لبعدين كموديل توافقي؟ هلا لا يعني خلص انت هلا تركتي مثلا، خلص بصير الواحد انه خلص انا اشتغلت مثلا بهذا المجال وبحبه يعني، مو ابدا يعني ما هي بحبه كثير يعني، بس خلص من مرحله لمرحله خلص واحد انتقل يعني، ما عاد واحد يرجع لورا بده يعمل اي شيء. هو العنفوان تبعه بده يقتحم اخي، بدي اشتغل بدي اعمل اي شيء. شعورك انك انت صرت ممثل وعم تقدم نفسك باعمال دراميه بيحدد لك اكيد يعني سويه تجاه. طبعا هلا اول البدايه بتختلف عن النص، بتختلف. طيب بالتالي السؤال لكم انتم الاثنين، اذا حدا يعني انتم ببداياتكم وان شاء الله بالتوفيق يعني بفرص يعني افضل ويعني انجازات افضل، لكن اذا حدا اجى هلا هيك سمعتوا من حدا مثلا خريج من المعهد او ممثل صار وجه معروف تعامل معكم او اعتبركم انكم يعني دخلاء على الوسط الفني، كيف بتردوا على هذا الشيء؟ هلا نحن مو دخلاء يعني، نحن اولا بالتقديم اللي مقدمينه على المعهد مثلا انا عندك 6 سنوات تقديم على المعهد يعني ممكن يكون اكثر منه للشخص نفسه اللي عم يعني صار عندي معلومات كافيه ووافيه قدر الامكان، وبغض النظر بقى هي ما رح نحكي عن الدورات، انا فتك فيها قلت لك عند استاذ كفاح الخوص، عند مدام رشا شربجي من فتره وكمان كان في دورات لاستاذ زهير قنوع فكله هذا بيجمع يعني كل، فما في يعني ما راح يقدر يقول لي دخيل يعني في تطور. وبالنهايه انت بدات يعني تقدم نفسك كممثل من خلال ادوار باعمال مهمه ومشاهده تماما. فهذا الشيء بيدافع عنك. مايا اذا حدا هيك زميله ما سمعتي لك هيك كلمه كيف بتدافعي عن حالك بهذا الموضوع؟ هلا في شغله انا بدي اقول عنها، انه كثير بيقولوا انه اليوم اليوم ما انه خريج معهد بياخذ فرص خريج المعهد اذا جيتوا ادوار او كذا وهيك، هي فكره كثير غلط يعني. بالاخير الواحد كل حدا بالحياه في وقت معين بتيجي الفرصه يا بيستغلها يا لا، ونحن يعني عم نتعب على حالنا يعني عم نعمل دورات وكذا يعني، ما بظن حدا بياخذ فرصه حدا. اذا انت بالفنون الجميله واجا حدا ما نو دارس فنون جميله وقدم عمل فني بالجرافيك اختصاصك، انت كيف بيكون يعني تقييمك ل لك شغله بالتمثيل؟ هلا عم بحكي بالتمثيل، بالتمثيل بالذات اليوم هي موهبه يعني، بالاخير الواحد مش يعني كثير نجوم كبار بتلاقيهم ما ندارسين ما نخرجين معهم. هو انا ضربت لك المثال هذا لانه مثل ما عم تقول حسنا الفنون يعني الفنون موهبه يعني، عن مجال ابداعي ايضا بالفنون يعني موهبه كل حدا، لا الفن كله بنفذ على بعضه يعني. تماما اكيد تماما. هاي بالمناسبه انا برسمها. انت بترسم كمان؟ رسام. هي بتلعب كره قدم؟ من الهوايات. لا ما بلعب كره قدم. انا مصر ايه فما ابدا يعني، لا هي بحس انه بالعكس انه اليوم اللي هي موهبه وواحد انه شلون بيشتغل على حاله وشلون بيستغل الفرص يعني تمام. ابدا وصار المجال يعني المشاركه والمنافسه مفتوح امام الجميع، ما عاد في شيء اسمه يعني اكيد يعني بالاخير في نجوم، عم اقول لك شوي انه في نجوم كثير كبار ما نو خريجين معهد اليوم بس اثبتوا حالهم بالوسط بادائهم والقوي يعني. صحيح هذا الشيء. شكرا لكم ولوجودكم اليوم معنا. مايا ورونالدو عن جد كثير انبسطنا بالحوار وبالقعده معكم، ان شاء الله موفقين تماما الدوري ان شاء الله. وعقبال ما تجتمع انت وكريستيانو رونالدو. لا لا ما عم يصير يعني، فما بتمنى. شكرا لكم الله يسلمك. اهلا وسهلا فيكم وعلى كل يعني الوجوه الجديده اللي انتم كمان قبل ما تاخذوا ادوار كان عندكم اما محاولاتكم اتجاه المعهد او دراسات الخاصه اكيد، فبذلتوا جهد والاختبار والامتحان لدرجة انه وقفت سنتين درست ادارة اعمال انا. عندك اكثر من ورجعت لانه رجع استلبسني ابي اخر شيء، قال اذا ما بتاخذ ادارة الاعمال ما راح خليك تقدم على المعهد. منيح هلا كثير كثير على كل هلا الفرصة قدامكم تثبتوا نفسكم ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق والنجاح. التوفيق بكل شيء اكيد هذا الشيء. لاقونا بكره بنفس الموعد نفس التوقيت ولكن مع ضيوف جداد. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.